كانش في الساعه دي كلها. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجزء اللي بدا بتاعتنا مكون من جزئين، جزء الدكتور هشام بيشرح فيه اللي هو السورس كودنج، وجزء الدكتور سامي بيشرح فيه اللي هو الايه؟ الشانل كودنج. طيب وانا السورس كودنج ايه وظيفته؟ ميموري ليست. حد عنده سؤال في الكلام ده؟
tổng lôi để rồi hoa để rồi để xíu mấy mươi xuống يعني يعني انا عندي سورس السورس ده بيطلع اس 1 اس 2 اس 3 اصلا يبقى كيو كام؟ كيو 3 عشان انا كيو العدد الصفر بيطلع طيب السيمبل ده ايه البروبابيلتي؟ عندي كام بروبابيلتي؟ 3 يبقى انا كده شغال زيرو يعني عندي 3 يعني لما اجي اقول لك السيمبل دي ايه البروبابيلتي بتاعتها؟ تقول لي البروبابيلتي بتاعت اس 1 كذا والبروبابيلتي في اس 2 كذا البروبابيلتي في اس 3 كذا يعني احتمال كل سيمبل يطلع من ايه؟ من الصوف لما نيجي بقى ناخد شابتر 2 اللي هو هنسميه اللي هو الميموري سورس او المالتي سورس لما اقول لك انا عندي سورس بيطلع كام سيمبل؟ 3 هيبقى عندي كام بروبابيلتي؟ هيبقى عندي كام بروبابيلتي؟ هيبقى عندي 9 احنا بقينا شرحنا الميموري سورس شويه قلنا الميموري سورس اللي هو ايه؟ احتمال ان السيمبل يطلع بعد حاجه معينه فالاس 1 مش هيبقى ليه بروبابيلتي واحده لان اس 1 لما يجي يطلع ايه الحرف اللي ممكن يكون طلع قبله؟ ممكن يكون طلع اس 1 ممكن يكون طلع اس 2 ممكن يكون طلع اس 3 فالاس 1 هيبقى ليه بروبابيلتي بعد اس 1 ليه بروبابيلتي بعد اس 2 ليه بروبابيلتي بعد اس 3 يبقى الاس 1 مش هيبقى ليه بروبابيلتي واحده هيبقى ليه كام بروبابيلتي؟ دي كيو من البروبابيلتي يعني كل سيمبل هيبقى ليه كام بروبابيلتي؟ كيو دي مشكله خدت هنا؟ يعني كل احتمال الحظ او احتمال السيمبل ده يطلع بعد حاجه معينه هل هنا ده ميموري ولا ميموري ليس؟ ميموري ليس يعني ايه ميموري ليس؟ يعني ما بيعتمدش على الهيستوري اللي قبل كده فبقول احتمال ان ده يطلع ماليش علاقه باللي طلع قبل كده في مشكله لحد هنا؟ طيب انت عايز ايه بقى؟ هو في الامتحان هيقول لك انا عندي صوص ويقول لك الكيوب ده يعني الصوص ده بيطلع كام سيمبل ولازم يديك البوابات بتاعت السيمبل دي لازم تبقى كده انت عايز تعمل ايه؟ انا مش عايز ده احنا عايزين نبني ايه؟ انا عايز ابني بقى السورس كودي ايه السورس كودي؟ اللي هو الجدول انا عايز ابني جدول مش اكتر من كده هو ده اللي احنا عايزين نعمله شويه هعمل ايه في الجدول؟ الانبوت بتاع السورس كودي ده كل سيمبل هيدخل الكود اللي هديه يعني انت كل اللي مطلوب منك شويه تقول لي ايه شكل الكود اللي هتديه الاس 1 واس 2 واس 3 طب ايه المشكله؟ انا عندي كام سيمبل؟ 3 عندي كام كود؟ ايه 3 الاكواد هما 2 يا فيكسد لينس يا ايه؟ يا فاريبل لينس فيا اما تديله فيكسد لينس يا اما تديله فاريبل لينس طب انهي الاحسن؟ فيكسد ولا فاريبل؟ على حسب البروبابيلتي يعني ايه على حسب البروبابيلتي؟ لو البروبابيلتي كلهم واحده يعني كل سيمبل نفس البروبابيلتي يعني ايه كل سيمبل نفس البروبابيلتي؟ يعني كل سيمبل بتحصل بنفس العدد او عدد مرات حدوث السيمبل كلهم متساوي زي بعض يبقى هل في سيمبل اديله اولويه عن سيمبل تاني ولا كلهم زي بعض؟ طب انا كلهم زي بعض يبقى الاحسن اديله فاير ولا اديله فيكسد؟ اديله فيكسد لكن لو انا السيمبلز بتاعتي البروبابيلتي بتاعتهم مش متساويه يعني في سيمبل بيحصل كتير قوي في سيمبل بيحصل قليل قوي يبقى ينفع دي كلهم نفس البروبابيلتي ولا لازم في سيمبل يبقى البروبابيلتي بتاعته عاليه قوي في سيمبل البروبابيلتي يعني اسف الكود بتاعه يبقى صغير قوي والسيمبل التاني الكود بتاعه يبقى كبير يبقى ساعتها انا احسن فاير ولا فيكسد؟ فاير قال لك اه بس في مشكله في الفاير ايه المشكله؟ لسه دلوقتي ما قلتناش هنعمله ازاي قال لك الفاير ده لازم يحقق لك سبيسيفيكيشن معينه يقول لك يعني ايه سبيسيفيكيشن معينه؟ يعني انت دلوقتي هتدي كود فاير صح؟ قال لك لازم الكود يحقق ثلاث حاجات. طب ايه الثلاث حاجات اللي لازم تحققها في الكود؟ قال لك اول حاجه ان لازم يكون ديستنكت. يعني ايه؟ لا دي سنه 3 بقى مش كود 3. يبقى الكود عشان يكون مصر ايه؟ ساتسفاي 3 بقى يبقى دلوقتي خلاص ان هو لا شويه احنا بنعمل ايه؟ عندي سورس ايه نوع السورس؟ زيرو منه سورس خلاص يعني كل سيمبل بيطلع مش علاقه باللاب طيب طالع منه كام سيمبل؟ ثلاثه انت عايز ايه؟ كل سيمبل ليه عدد مرات حدوث انا عايز امسك كل سيمبل اديله كود طيب الكود ده يا فيكسد يا ايه؟ يا فاير الفيكسد مفيش مشكله عارف هو فيكسد؟
خلاص موضوع موضوع انت متاكد ان الكود اللي هتديه هيبقى مفيش اي مشاكل. ليه؟ واحنا لما بنيجي ندي اكواد فيكس بتعمل ايه؟ كنت بتيجي تقول انا عندي كام صفر؟ عندي 8، يبقى انا محتاج كام بت؟ 3. كود هياخد احتمال 0 0 0 اللي بعده 0 0 1 اللي بعده 0 1 0 اللي بعده 0 1 1. يبقى انت كده متاكد ان كلهم ايه؟ ديستنكت ومفيش حاجه واللي هو ينفي الديكود اللي احنا هنقوله دلوقتي. يعني الفيكس مفيش فيه مشكله، هو بيحقق لك ايه؟ امال احنا ايه مشكلتنا؟ الفاريبل. الفاريبل لازم يحقق ثلاث حاجات، انا مش متاكد وممكن ما يحققهمش، ايه هما؟ اول حاجه اللي هو ايه؟ ستيت، يعني ايه ستيت؟ يعني ما ينفعش تو سيمبل ياخدوا نفس مين؟ ما ينفعش تو سيمبل ياخدوا نفس مين؟ في مشكله حد هنا؟ طيب. تاني حاجه لازم يكون يونيك للديكودر. طيب يعني ايه يونيك للديكودر؟ معنى كلمة يونيك للديكودر يعني من أجل ما أجي أعمل له ديكود عارفين يعني ديكود اللي هو إيه؟ عكس بقى اللي هو راجع المسج. يعني أنا كده بعمل إيه؟ انكود. أنا عايز أعمل ديكود، يعني أنا ما أقصى عند مين؟ عند الريسيفر. لازم عند الريسيفر أعرف أرجع المسج. يقول لك يعني أنا أرجع المسج. يعني انا جيت شايف ثلاثة سيمبل اديت كود كده. ده ديستنكت ولا مش ديستنكت؟ ده زيرو، ده واحد، ده زيرو زيرو. هل في كود اتاخد مرتين؟ يبقى ده ديستنكت، يبقى ده كود ليش حق. هل ده ينكت الكود اول؟ يعني ايه ينكت الكود اول؟ يعني لما تيجي تفك ده كل حاجه تفكها لوحدك؟ قال لك يعني ايه مش فاهم؟ يعني الريسيفر انت بعت له كود، الريسيفر وصل له زيرو زيرو. فك 0 0 انا بعت ايه يا شباب؟ انت بعت لي اس 3؟ واحد يقول لك اشمعنى اس 3؟ هو ممكن يكون الريسيفر بعت اس 1 وطلع وراه اس 1. يبقى لما يجي الريسيفر يلاقي الكود ويجي الديكود يعمل له ديكود في كام احتمال او ليه كام فكه؟ يونيك ولا ليه اكتر من فكه؟ طب هو الريسيفر بقى يقعد يخمن هي يعني فكه؟ يبقى معنى كده الكود ده ما ينفعش، الكود غلط. يبقى لو الكود لما يجي الريسيفر لو الكود الشكل بتاعه ليه اكتر من فكه او ليه اكتر من احتمال يبقى الريسيفر مش هيعرف يفك. يبقى ساعتها بقول ان هو مش يدب لي ايه؟ الكود. يبقى لازم الكود يبقى ايه؟ ينفذ الكود. يعني الكود ما ينفعش يترجم لاكتر من حاجه واحده بس. طيب تالت حاجه ان لازم الكود يبقى ايه؟ دلوقتي شباب بعمل ايه؟ انا بقول ايه دلوقتي؟ بقول ايه الحاجات او ايه المواصفات بتاعت الكود اللي انا لسه عاملها، لسه ما اتكلمتش على اكواد. دلوقتي قلت ان انا عندي سورس بيطلع شويه سيمبل عايز اديهم كود. الكود ده يا فيكسد يا ايه؟ يا فايب. المشكله ان لو البوابات بتاعتي مش متساويه يبقى ما ينفعش اديهم فيكسد، لازم اديهم ايه؟ فايب. المشكله بقى كلها في الفايب ده، ان لازم الفايب ده يحقق واحد اثنين ثلاثه. فدلوقتي نعرف ايه واحد اثنين ثلاثه اللي المفروض الكود يحققها. بعد كده هنعرف بقى ازاي اعمل الكود ده. لسه ما بتعملش عليها اجوان. طيب قلنا ديستنكت، قلنا يعني في الكود ثلاث حاجه ايه؟ انستنتينيوس. يعني ايه انستنتينيوس؟ انا شايف يعني ايه انستنتينيوس؟ ايه المقصود بيها؟
ان كل الاكواد بتبدا بصفر. فلو انا جالي صفر يا اما صح؟ فده هياخد
يقود داخله وداخله. يبقى انت بتيجي من بوينت دي تبدا تطلع، تطلع ايه؟ بتطلع الار. الار ب2 تبقى تطلع فوعين، او ب3 تطلع كام فوع؟ 3، 4 تطلع 4، يبقى انت بتطلع ار من الفوع. كل فوع بتدي له كود. تعالى ناخد 3 عشان تتعود على الرئيس. انا شغال ايه؟ يعني انا شغال 3 ليفل. انا عندي كام ليفل؟ 3 ليفل. طيب يبقى هتيجي تطلع يا شباب، ادي 1 2 3. احنا المسألة بتاعتنا فيها كام سيمبل؟ بالظبط ده عندنا 3 طرف، هو موجود في السيمبل. ادي اس 1، ادي اس 2، ادي اس 3. صفر 1 2. يبقى ايه الكود بتاع اس 1؟ 0. ايه الكود بتاع اس 2؟ دي مش كشف؟ واحد يقول لك لا اصل احنا مش 3، خلي بالك هو 4. والله هنا اختلف. اختلف ازاي؟ ساعتها هتعمل ايه؟ لو انا عملت 3 وجيت قلت حد واحد اس 1 اس 2 اس 3 يبقى اس 4 ليه مكان يكوت؟ ما ينفعش. طب ايه الحل؟ قال لك خلاص. طب انت عايز كام فرع؟ انا عايز 2 بس كمان؟ ولا انا عندي 3. الثلاثه دول عايز منهم كام؟ 4. طب خلاص هتمسك فرع واعمل ايه؟ فرع منه وفرع تاني. مش همسك بقى الثلاثه وكل واحد فرع، لان انا مش محتاج 9، انا كل اللي محتاجه كام؟ مش عايزه 3، انا عايزه 4. طيب ادي 1 2 3. طب ما تمسك واحد وفرعه. ده تحسيطه لو فرعت الثالث ده هيجيك 1 2 3. بقى عندك كام فرع او كام كود؟ بقى عندي 5. ادي 1، ادي كود. خلي بالك ده كام يا شباب؟ ده 2. انا خدت الاثنين ده فوقت، فوقته ايه؟ بزيرو 1 و2. فانا بقى عندي كام كود؟ عندي 5 اكواد. ايه الخمس اكواد؟ كود اسمه صفر، كود اسمه 1، كود اسمه 2 0. ودايما انا لازم اوصل للنهايه، فعشان اوصل للبوينت دي اوصل ازاي؟ بحاجه 2 0. 2 1 2 2. يبقى انا بقى عندي كام كود؟ 5. كل اللي محتاجه كام؟ 4. فين اس 1؟ 0. فين اس 2؟ واس 3؟ 2 0. اس 4؟ 2 1. غلط. هنا انا شايل لما اجي بدي الاكواد، بدي الاكواد دي بتدل على ايه؟ على البوينت. السيمبل اللي ليه اقل بروبابيلتي ياخد اقل نتس، السيمبل اللي ليه اعلى بروبابيلتي ياخد اقل نتس. يبقى مفيش حاجه اسمها تقول اس 1 2 3 4، لازم ترجع تاني للمساله تدور على اعلى بروبابيلتي في السيمبل. اعلى بروبابيلتي تروح تديها الصفر. اديت اعلى بروبابيلتي تدور على اللي بعده اللي هو اقل منه وتروح تديه مين؟ ال1. وبعدين اللي اقل منه تدي ال2 0، وبعدين اللي اقل منه تدي له 2 1. طبعا هنا مش فارقه قوي لان هما الاثنين زي بعض، لكن بعد كده بتاعك كل ما تنزل كل ما تكون نازل بيكبر. يبقى انت لازم دلوقتي انت اديت الاكواد تشوف انت محتاج كام فرع. عملت كده تبدا بقى تروح ترجع تاني للسم، شوف السم اللي اعلى بروبابيلتي دي الاقل واحد، واللي اقل منه تدي اللي بعده، اللي اقل منه تدي اللي بعده، وهكذا. في مشكله عشان لحد هنا؟ حد عنده سؤال؟ طيب ده شامل ايه؟ شوفي على وقت 40،
coisa. Esse dia, mas a tua amiga vai ser essa. Vem tudo elevado a 5. Lui, vedem să ne. Tot, ia că nu-i moment. Vine momentul de bate să ne. E și femeie. El e ca și Emil, și mai este tot de sau bani. Tot este rând de bude leva. Hai să o iertăm și că rândă? Doi. Halos de rândă. Doi. Dar de la noi și la o putere. Fie am și că rândă, da? Cam șoc. Hai să o iertăm și că rândă și o أنا شايف عندي خمسة سبل. شوفا. لو بدأت بدي. خلاص يبقى عندي كم سبل؟ خمسة. وأنا شغال إيه؟ باينة. باينة أنا ما عنديش غير يا ليفل زي ولا ليفل إيه؟ واو. طيب عايزين نعمل إيه بقى؟ عايز أكمل؟ طيب إحنا قلنا في الديسيجن تو بي ببدأ في بوينت الأوجه. وأبدأ أعمل إيه؟ أفاوض. أفاوض كم فاوض؟ مين؟ فاو عزيزو فاو عزيزو طيب السؤال بعد كده اعمل ايه بعد كده فاو كمان فاو كمان ازاي هنا في عندك كذا احتمال يعني كذا احتمال واحد يقول لك انا يعني هقول لكم الاحتمالات يعني مش هو ده انا بعمله واحد يقول لك كمان خد الواحد ده فاو طب كده هديك كام احتمال طب كده بقى ثلاثة ما ينفعنيش الكلام ده أنا عايز خمسة. يعني يقول خلاص خد هنا في ميتو. مرة تاني. يبقى كده هو أربعة. يقول لك ما ينفعش. طب واخد الأخير. يبقى كده كام؟ أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بس في مشكلة. إيه المشكلة؟ إن أول سيمبل اللي أنت بتاعه كام؟ اللي بعده. اللي بعده. أربعة. هيقول لك أربعة دي كبيرة أوي. أصل بوابات مش فاهم ما بين بوابات مش كبيرة أوي كده. واحد يقول لك خلاص إيه المشكلة؟ مش لازم تطلعها كده. هيقول لك يعني إيه؟ مش أنت طلعت الواحد ده طلعين؟ اطلع طلع عزيزي وهي كمان إيه؟ يبقى كده بقى عندك كام واحدة؟ أربعة. طب بس أنا عايز خمسة. ماشي خد واحدة من أي واحدة من دول. أي واحدة مش شرط إن هي مش شبه الأخيرة. انت لما تيجي تطلع طلع من اي حته خلاص هتيجي تمسك ايه واحده من دول وتطلعها هنا دي ميزه وعيب يعني لك ايه ميزه وعيب لما انت تطلع الثالثه كده انت ضمنت ان اقل لينس هيبقى كام؟ مفيش اربعه اقل لينس ثلاثه اه بس اقل بورت اثنين مش واحد فمين احسن؟ الاثنين ولا الواحد؟ يعني ده الشكل ده الاحسن ولا الشكل الاولاني لما كنت بطلع كله من تحت مين اللي حدد لا مش شرط يعني انا اقول لك ايه مثلا هو بيلف يعني مثلا 40 و30 و20 و10 او 35 30 25 15 يعني الاحسن فرق لا ما ينفعش هو الواحد ده كله مزاجي طب انا احط قواعد يعني انت دلوقتي حطيت كود انا حطيت الكود الاولاني خلاص وانت حطيت مين؟ وانت حطيت الكود الثاني خلاص في مشكله يا شباب؟ طيب انا حطيت الكود الاولاني وانت حطيت الكود الثاني مين بقى اللي احسن فينا؟ قلت هنرجع للبوابات رجعنا للبوابات لقينا البوابات دي ايه 35 25 15 يعني مفيش حاجه تقول لك مين احسن يعني هل لو دخلت تو بيت مش بيت هل هيوصل قوي ولا مش هيوصل قوي؟ قلنا طب انت مش هينفع بس الموضوع يمكن لازم في حاجه لما ده يحط كود ده يحط كود اقول لك اه انت كودك احسن من كود ده طيب عملناها ازاي بقى يا شباب؟ اللي احنا كنا قلناه من شويه اللي هو الاي والاتش والكلام ده لكن نحسب يا شباب احنا قلنا دلوقتي كل سيمبل بتاع ليه ايه؟ يبقى بنت طيب يبقى بنت دي كنت بعمل بيها ايه؟ كنت بين البوابيلتي وهو احسب لوج واحد على البوابيلتي للبيز اه بحسب ايه؟ الاه قلنا ايه الاي ده؟ انفورميشن ايه انفورميشن؟ عدد البيتس اقل عدد بيتس بمثل بيها ايه؟
يكون واحد ونص؟ بمثله بايه؟ اثنين. طيب هو ده اللي بيعمله في ديسيجن تري، يعني المفروض قبل ما اعمل ديسيجن تري ما اعرفش اعمل كده على طول، لازم الاول اعمل ايه؟ انت عندك كام سيمبل؟ خمسه. ايه البروبابيلتي بتاعتهم؟ احنا قلنا دي لازم جبن. طب انت عندك بروبابيلتي بقى اس واحد واثنين وثلاثه واربعه كام؟ وخمسه. المفروض اول حاجه اعملها ايه؟ اهو احسب الاي بتاعت كل سيمبل. اللي هي الاي بتاعت كل سيمبل؟ لوج واحد على البروبابيلتي بتاعت السيمبل. طيب وبعدين هتحسب لوج واحد على البروبابيلتي طلعت 8 من 10 واحد واثنين من 10 واحد واربعه من 10 اثنين واربعه من 10 اثنين ونص حسب يعني حسب. طيب الاي دي ايه؟ قلنا الاي دي اللي هو عدد البيتس اللي همثل بيها السيمبل، لكن قلت الاي دي ليه؟ سوت نظريا، لان ما ينفعش اجي اقول لك اس واحد همثله في 18 8 من 10 بالبيت. طيب كنت باخد الاي احسب منها حاجه اسمها ايه؟ الاتش بي اس. ايه الاتش بي اس؟ السوسيتو. ايه السوسيتو؟ اللي هو الافريج انفورميشن. طيب سيبني على جنب، هقول لك ايه بقى احسبها ليه. طيب جبت الاي هتعمل ايه؟ طب ماشي يا جماعه ده نظري، اعمل ايه انا؟ ما ينفعش نص فيها 8 10، خلاص هو احسب بقى ال ان اي. ايه ال ان اي؟ البراكتيكال كونفيدنس. يبقى ال اي ستيب في انفورميشن توصل لايه؟ السيوتيكال بيتس، السيوتيكال كونفيدنس. بعد ما احسب السيوتيكال كونفيدنس من السيوتيكال كونفيدنس هو احسب مين؟ ال ان اي. ال ان اي البراكتيكال كونفيدنس. اقول لك ايه البراكتيكال كونفيدنس؟ انت ما تقدرش تمثل 8 من 10. طب همثلها في كام؟ ال 8 من 10 دي اقل حاجه. يعني نظريا دي اقل عدد بيتس بتمثل فيها. يبقى ما دام اقل حاجه، ايه اقرب حاجه بمثل فيها؟ اكيد دي واحد. يبقى ايه الاي بتاع السيم الاولاني؟ واحد. اللي بعده ده كام؟ 1 من 10، يعني 1 من 10؟ اقل بيتس تتحط 1 من 10. يبقى ينفع بمثل واحد؟ يبقى كده بمثل كام؟ 2. اللي بعده؟ 2. اللي بعده؟ ارجع بقى للديسيجن تري. يبقى انا عايز في الديسيجن تري سيمبل الليتس بتاعه كام؟ واحد. يبقى هل انا عملت ده صح؟ ما ينفعش. يبقى انهي بقى المفروض كنت امشي بيه؟ بالاولاني. دي بقى مهمه ليه؟ دي عارف هتبلغ اكتر فين؟ لو انا عندي 8 سيمبل. لو انا عندي 8 سيمبل هتلاقي نفسك ايه؟ ادي ماما. تمام؟ اللي بعده ما هو كمان ايه لو عندي كام سيمبل؟ استفدت؟ كان معانا 8. اللي بعده كده معايا كام؟ 4. كده معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6 ناقص 2. على اساس ايه جيت هنا وفرعت؟ ليه ما كملتش زي ما انا ماشي عمال افرع افرع تحت؟ لان انا في الاي لقيت ان انا محتاج لينس من 4. فلو انا فضلت ماشي كده مش هيبقى عندي كود واحد بس كام؟ 4 بت. لكن انا هنا في عندي كام كود من 4 بت؟ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0. الثلاثة اللي أنا قلتهم دول من كام بت؟ من 4. يبقى عندي كام كود من 4 بت؟ 3. طب ليه عملت كده؟ عشان هنا لما جيت حصلت الاي لقيت ان التلاقي في كام كود محتاجه من 4 بت؟ 3. يبقى مش دايما لما باجي بعمل ديسيجن تري مش انا شغال كده ايه عمال انزل لتحت وخلاص. انا بمشي على حسب مين؟ انا محتاج. شوف انت محتاج كام كود. يبقى مش شرط دايما كل واحد ماشي ايه؟ امسك اخر ورطه وفرع، امسك اخر ورطه وفرع، امسك اخر ورطه وفرع. لا انت هتقعد تمشي. اه بس انا ثواني انا محتاج 4 بت. اه يبقى ممكن الفرعين دول فرع فوق وفرع ايه؟ تحت. بتكلم عموما. لو انا جعلت الكود من 8 واحتجت كذا سيمبل اربعه. طيب. حسبت ال ال اي. دي اهم شيء في ال اي. يبقى ايه هو ال ال اي؟ ده البراكتيكال كونفيدنس. على حسب ال ال اي
دي بقى نحسب الافشنسي بتاعته. وبعدين لك يعني ايه الافشنسي بتاعته؟ هو انا لما انا جيت صممت الكود، هل انا صممته على الاوبتيمم؟ يعني هل لما جيت حطيت الاكواد بتاعتي حطيتها على الاتش اف اس والاي اللي هي المفروض السويتي كانت دي افضل اكواد ممكن احطها؟ ولا زودت؟ طيب لا زودت، لان انا طب زودت ليه؟ لان انا براكتيكال ما اقدرش اعمل حاجه اسمها 8 من 10. نظريا اه، لكن براكتيكال مش حاجه اسمها 8 من 10. طب ايه الحل؟ اضطريت ازود في البيتس بتاعتي. طب هي البيتس اللي انا زودتها دي مش طبطبه؟ هد عليا او زي ما تقول ايه؟ لود عليا ملهاش لازمه؟ هي مش ملهاش لازمه، هي قصدي ايه؟ ان انا ما وصلتش للاوبتيمال كيس. طيب يبقى الكود بتاعي بالنسبة للأوبتيمم الإفشنسي بتاعته قد إيه؟ ها؟ تبقى كام؟ أجيبها إزاي؟ أجيب العيد الأي؟ أقسم على الأي على الأي؟ يعني إيه الأي؟ بالظبط. هو طبعا ايه؟ انا عايز احسب الافشنس، واحد يقول لك طب انت هتحسب الافشنس ازاي؟ اصل الزياده اللي انت زودتها بالسبب يعني السيمبل ده كميه الزياده اللي هنا غير كمية الزيادة اللي هنا غير كمية الزيادة اللي هنا. فأنت بقى تقعد تحسب لي فيشنس في كل سيمبل. فقال لك طب خلاص. ما تروح تجيب الأفرج بتاع الأي. ماشي ولا إيش بس؟ طيب روح جيب مين؟ الأفرج بتاع الأي مش الأي هو نفس الأي. جيب له الأفرج. الأفرج اللي هو هسميه يا شباب؟ الـ L. الـ L ده اللي هو إيه؟ الأفرج كود لينس. طيب الافرج جود لينس اجيبه ازاي يا شباب؟ ها؟ الافرج جود لينس اجيبه ازاي؟ معمل عدد؟ انا اقعد كل الكلام ده كله معمل. هل الكوابيت بتاعتهم زي بعض؟ يبقى لما تيجي تجيب ال ال هتجيبها ازاي؟ ال ال اي في الكوابيت بتاعتها زيها زي الاتش. يبقى لما اجي اجيب ال ال يا شباب اللي هي الافرج جود لينس انا عايز اجيب المتوسط، اجيب المتوسط ازاي؟ هجيب كل لينس في في الكوابيت بتاعها. يبقى كان ال كامله هي عباره عن ايه؟ سمشن من اي ايكوال 1 لحد كام؟ كيو. كان ايه بقى؟ البروبابيلتي في اس اي في ال ال اي. مين ال ال اي؟ اللينس بتاع الكود بس مش اللينس الثيوريتيكال، اللينس الايه؟ الباك. يبقى ايه الفرق ما بين ال ال وال اتش؟ مفيش فرق. هو ده كان عباره عن ايه؟ مش برضه كان سمشن الفي في الاي والاي اللي هي ال ال بس ده النظري وده الايه؟ الباك. طيب جبت ال ال وجبت ال اتش بي اس، هتروح بقى تحسب الكود افشنس. الكود افشنس اللي هي بتساوي ايه؟ ال ال على ال اتش بي اس. ال اتش بي اس على ال 100%. دي مشكلة شرط؟ يبقى عشان تحسب الكود افشنس، هتحسب الكود افشنس ازاي؟ هتحسب هجيب الاي الاول والاي تحوله لمين؟ ال. بعد كده تمسك الاي تجيب منها الاتش بي اس، تمسك ال اي تجيب منها الاي، تروح تقسم الاتش بي اس على ال. خلاص هيديك ايه؟ هيديك كود افيشنت. طبعا ايه؟ اقسمه وضربه في 100 على ايه؟ 100% عشان تطلع لك نسبه بعد كده. في مشكله شبه حد هنا؟ يبقى لما لو انا بقى جيت طلبت منك انت كنت تعمل كود وانت تعمل كود وعايز اقارن ما بينكم، اقارن ما بينكم ازاي؟ انت صممت كود خليك تحسب ال ان بتاعتك. طبعا ال اتش بي اس بتاعتنا احنا الاثنين هتبقى واحده. ال اتش بي اس شبه بتاعت الاثنين مالهم؟ زي بعض. لان هو في الاخر نفس السيمبل ونفس الايه؟ البروبابيلتي. ايه الاختلاف ما بيني وما بين الثاني؟ هل الاختلاف في السيمبل والبروبابيلتي ولا الاختلاف فين؟ في الكود. يعني معنى صح ايه الاختلاف ما بيني وما بينه؟ في ال ان. فانت انا احسب الاتش بي اس، هو احسب الاتش بي اس، هل هيبقى في اختلاف بين الاتش بي اس بتاعته وبتاعته؟ طبعا مفيش اختلاف، ما الاختلاف هيبقى فين؟ في الايه؟ انا احسب الايه بتاع الكود بتاعي وهو يحسب الايه بتاعت ايه؟ الكود بتاعه. ونحسب الكود افشنس بتاع الكود بتاعي واحسب الكود افشنس بتاع الكود بتاعه. اللي الافشنس بتاعته اعلى اللي هو مين؟ ولا في مشكله؟ هشام في حد عنده مشكلة في التصريح فيه؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ ماشي.
25 مواطن، هم ما بيطلعوش 500، لازم 400 بتاعتهم كلهم تبقى ايه؟ واحد. فلو ده 75 يبقى ده كام؟ 25. طيب ايه المطلوب؟ يقول لك عايزك تحسب لي الاتش بس. طيب وبعدين؟ دوت الطاقة تحسب بعد كده، الطاقة الكويس بتاعت الهيد 50% وال 400 بتاعت الديل 50%. عايزك برضه تحسب الاتش بس وتثبت له ان الاتش بس في حاله الانبالانس كوين هتبقى اقل من مين؟ طبعا احنا عارفين يا شباب ان لو انا خدت اليونيفورم ديستريبيوشن الاتش بس بتبقى مالها؟ ماكسيموم صح؟ فهو اكيد لو هنا الكواليتي مش متساويه يبقى اكيد الاتش بس ساعتها بتبقى ماكسيموم ولا اقل من ماكسيموم؟ اقل من ماكسيموم. عايز تثبت له. طيب هنقعد نحسب الاتش بس، الاتش بس بيساوي ايه؟ البي في الار، هل هنا بتيك اي؟ طيب ما حدش يقول لي اهو هجيبها. يعني هجيبها ليه؟ ملهاش لازمه. انت عوض في القانون على طول الاتش اس بيساوي ايه؟ سمشن من اي ايكوال 1 لحد كام؟ لحد كيو اللي هي في المساله بكام؟ 2 بي لوج بي. حط بي كده في القانون. بص لو المساله بتاعتك البوابات بيديها لك طموز بالشكل ده 75 25 1/10 2/10 عشان ما تقعدش تكتب نفسك في الاله، لان خلي بالك لما نيجي نكتب بعد كده في الموقف المادة كلها شغل اله بس ثبات تمام. بي لوك واحد على بي وما اعرفش لوك وديس اثنين وبتاع، يعني كلها لازم تبقى ايه؟ صعب في الاله. فبدل ما تقعد كل شويه تكتب في الاله 8/10 لوك 1 على 8/10 لا اكتب 8/10 لوك كام؟ عايزك برضه تحسب الاتش بيس، طبعا الاتش بيس
قماشه بكم واحد على كم؟ يلبس كام برضه؟ يلبس اثنين. خلاص يبقى هو نفسه يعني مدرس. طيب وبعد كده هتروح تاني تحسب الاتش بس في حاله لما الجوابيتي مالها؟ يونيفورم. يعني ايه جوابيتي يونيفورم؟ يبقى ايه جوابيتي بتاعت اس واحد؟ واحد على ستة، واحد على ستة، واحد على ستة، واحد على ستة. وهيحسب الاتش بس. طبعا لازم الاتش بس في حاله اليونيفورم اكبر من مين؟ نون يونيفورم. في اي مشكله؟ حد عنده سؤال في الصلاه ولا ايه؟ صح؟
关北的，我们老娘刚刚三年的时间，一说话就堵不了。喇叭机，我们一说话还堵不了。机，对，我们老娘把一说话还得死你，你一说话还晓得吗？喇叭机堵不到我给，不是一说话就堵不了。يطلع تو سيمبل مع بعض، يعني في الماور
طيب وبعدين دلوقتي عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب السكند اكستنشن بتاع السورس. طيب اجيب السكند اكستنشن بتاع السورس ازاي؟ تعمل ايه؟ روح الاول جيب كيو باور مين؟ باور ان. ايه كيو باور ان ده؟ كيو اللي هي عدد السيمبل بتاع السورس الاصلي كويشن. طيب والان؟ الان دي اللي هي نمبر اوف اكستنشن. طب ليه؟ ما هي دي هي عدد السيمبلز عدد احتمالات السورس الجديد. خلي بالك لما بعمل سكند اكستنشن بفترض ان ده نيو ايه؟ نيو سورس. بس نيو سورس ما بيطلعش تو سيمبل، نيو سورس بيطلع كام سيمبل؟ اربعه. يعني احنا فعليا لما اجي اقول لك عدد سكند اكستنشن اعتبر كان ده سورس جديد بس السورس ما بيطلعش تو سيمبل، بيطلع كام سيمبل؟ اربعه. اتطبقت اللي هو ايه مثلا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4، ايه بقى تي 1 وتي 2 وتي 3 ورا بعض؟ اللي هم التو سيمبل. طب ايه بقى احتمالات التو سيمبل دول؟ اللي هي اس 1 اس 1 او اس 1 اس 2 او اس 2 اس 1 او اس 2 اس 3. طب ايه بقى البروبابيلتي ان يحصل تي 1؟ يعني انا هنا قلت ايه البروبابيلتي بتاعت الاس 1؟ هنا ايه البروبابيلتي تي 1؟ يعني ايه بروبابيلتي تي 1؟ يعني ايه احتمال ان تي 1 يحصل؟ واحد يقول لك طب ايه المشكله؟ تي 1 ده اللي هو ايه؟ ان اس 1 يحصل بعديه اس 1 يحصل. طيب يبقى احتمال ان امتى تي 1 اول ما حصل؟ هو احتمال ان اس 1 يحصل و عارفين و البروبابيلتي ده ايه؟ جبت و ان اس 1 كمان يحصل مره ثانيه. يبقى البروبابيلتي بتاعت تي 1 هي عباره عن ايه؟ البروبابيلتي بتاعت اس 1 جبت البروبابيلتي بتاعت اس 1. يبقى السيمبل الجديد اللي هو اس 1 اس 1 ايه البروبيتي بتاعته؟ البروبيتي بتاعت الاول في الثاني. طب ايه البروبيتي بتاعت السيمبل تي 2؟ البروبيتي اس 1 ايه البروبيتي اس 2؟ البروبيتي اس 1 في البروبيتي سوري اس 2 في اس 1 واحد واحد اس 2 في اس 2 ده بتسميه سكند اكستنشن، في مشكلة في سكند اكستنشن؟ طيب، عايز الثيرد اكستنشن. طب الثيرد اكستنشن، يبقى أنا عندي كام سيمبل في الثيرد اكستنشن؟ دي نص عدد الاكستنشن، دي نص ثلاثة، يبقى كان عندي كام سورس؟ كام سيمبل؟ ثمانية، إيه هما الثمانية؟ السواحل، 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 يعني كده السواحل، 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 بعد كده عيده تاني بس مين بقى؟ اس 2 اس 1 اس 1 اس 1 اس 2 اس 2 اس 1 اس 2 اس 3 كده كانها لوجيك كانت بتعمل لوجيك بالظبط. طيب ايه الوابيت بتاعت السيمبل الاولاني؟ السيمبل اكستنشن الوابيت بتاعت الاس 1 الوابيت بتاعت الاس 1 الوابيت بتاعت الاس 1 يبقى 9 من 10 9 من 10 9 من 10 الوابيت بتاع اللي بعده اللي هي اس 1 اس 1 اس 2 9 من 10 9 من 10. بعد ما اجيب السيمبلز كلها عايز اتشيك هل انا صح ولا غلط؟ تشيك ازاي؟ اجمع البروبابيلتي بتاعت الاربعه سيمبلز لحد السنة واجمع البروبابيلتي بتاعت الثمانيه في حاله مين؟ لازم مجموع البروبابيلتي دي كام؟ يعني بعد ما تحسب البروبابيلتي بتاعت السكند تحسب البروبابيلتي بتاعت السيمبل اجمعها. اجمع بتوع السكند واجمع بتوع السيمبل. لازم مجموع السكند ومجموع السيمبل تدوب في الاخر ايه؟ لان مجموع السيمبلز لازم كلها يساوي في الاخر ايه؟ الواحد. عشان تتاكد انك ايه؟ يا شباب مش في حد هنا؟ يبقى ملخص بقى اللي احنا قلناه النهارده. ملخص بقى اللي احنا قلناه. خلاص؟ ركزوا معايا. يبقى احنا خدنا ان انا بندرس دلوقتي اللي هو ايه؟ السورس كودنج. قلنا ايه السورس كودنج؟ في عندي سورس. السورس ده نوعين، الزيرو ميموري سورس ايه؟ يا ميموري سورس. احنا درسنا في الشابتر الاولاني اللي هو الزيرو ميموري سورس. السورس بيطلع سيمبلز مالهاش علاقه باللي قبل كده. طيب ماله الزيرو ميمو سورس ده؟ مطلوب مني ان انا اخد السيمبلز اللي طالعه من الزيرو ميمو سورس اديها اكواد. هو ده السورس كود. طيب ايه نوع الكود؟ يا فيكسد يا فاير. طيب سواء بقى فيكسد او فاير لازم الكود اللي هديه لازم يحقق ايه؟ لازم يحقق شويه ريكويرمنت معينه. ايه الريكويرمنت اللي لازم يحققها؟ انه يبقى ديستنكت ديكودبل وايه؟ ونستخدمه. طيب عرفنا خدنا شويه امثله ازاي لو انا عندي كود اعرف هو كونكتد كود ولا لا او انستنتينيوس ولا لا. في مشكله لحد هنا؟ طيب قلنا طيب هل انا بقى محتاج كل الكود اعمله
حقق الثلاثة بالكويس. خدنا أول ألجوريزم اللي هو إيه؟ ديسيشن تري. إيه ديسيشن تري؟ ببدأ بويشن نص بويت كده وأبدأ بويت دي أبدأ أفرع. وفرع كام فرع؟ طبعا كل فرع بديله 4. طب لو أنا محتاج سيمبلز أكتر يبقى أختار شوية أختار فرع وأديها أكواد. طب الأكواد دي أديها ديبند على إيه؟ المفروض قبل ما أعمل ديسيشن تري المفروض الأول أقوم أخد الصوت وأمسك السيمبلز بتاعه. أجيب من البوابات دي إيه؟ الاي اللي هي الانفورميشن اللي هي السودا من الاي اجيب الاتش بس. طيب بعد كده امسك كل اي احوله من سودا تاني مين؟ لباكتي اللي هو ال ال اي واحسب ال ال اي اللي هو الافرج فود ديبث اللي هو مين؟ من ال ال اي هو انا اقعد على اساس احط مين؟ الديسيشن تري. بعد ما احط الديسيشن تري عايز احسب الافشنسي بتاع الفود بتاعي عشان لما اجي اقاوم مع فود تاني احسب الافشنسي ازاي؟ الاتش بس بتاعتي على ال بتاع الفود بتاعي. في اي مشكله يا شباب حد هنا؟ في حد عنده سؤال؟ طيب ما نكمل الشيك ونكمل نظام العربيه.